السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سأريك طريقة رائعة للبحث عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كنت تسكن في الدول العربية أو غيرها من الدول. هذه الطريقة يمكنك الحصول من خلالها على عمل في الولايات المتحدة الأمريكية. الطريقة الوحيدة التي تقوم بها هو التوجه لمحرك البحث. إذا تتوجه لمحرك البحث ثم تكتب ما يلي، إذن تكتب jobs for people outside of USA، ثم تضيف كلمة ended. بعدها مباشرة تقوم بالبحث. إذن تقوم بالبحث عن الوظيفة، ثم بعدها تبحث عن الوظيفة التي تريدها. هناك بعض الوظائف التي تم طرحها قبل أيام قليلة فقط. هنا بعد الأشياء التي قد تساعدك، مثلا تختار الوقت الذي تم طرح الوظيفة فيها، قبل يوم، قبل ساعات. هنا الكاتيجوري الذي تبحث عنه تجده هنا، تختار الكاتيجوري ثم تبحث. مجموعة من الأشياء التي قد تساعدك في العثور على وظيفة محددة، أو يمكنك البحث على وظيفة محددة بالضبط. إذن بعدها تختار الوظيفة التي تريدها. مجرد مثال، تختار مثلا وظيفة. ثم هنا بعد الأسئلة عن المهارات وغيرها من الأشياء، المبلغ الذي ستتقاضى مثلا 22 دولار. هناك مبالغ متفاوتة، 22، 10، 12، 24، 30 دولار، حسب كل وظيفة. هنا العمل فول تايم، ثم بعد الأشياء الأخرى. موقعك أو الموقع الذي يوجد فيه العمل، مجموعة من التفاصيل الأخرى. تقوم بقراءة هذه التفاصيل وترجمتها. بعد ذلك تقوم بطلب العمل عبر الضغط على Apply Now، ثم تختار أو تقوم بالتسجيل بالبريد الإلكتروني. مباشرة بعد التسجيل بالبريد الإلكتروني ستقوم بالتسجيل في الموقع، وبالتالي تقوم بالدفع أو ستنبثق لك واجهة لملء المعلومات الخاصة بك. هذه الطريقة سهلة، فقط تملأ المعلومات ثم تقوم بالدفع للعمل. مجرد خطوات بسيطة. تقوم بملء المعلومات، مثلا في الغالب سيتم طلب معلومات الاتصال وهي البريد الإلكتروني الخاص بك. بعدها سيتم التواصل معك في حالة قبولك في البريد الإلكتروني. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك، وشكرا.